هتلاقي برضو خاصية اسمها فايل اكسبلور، هتلاقي ان هو بدأ يفتح لي ملفات ما كانتش بتفتح قبل كده، مجرد ان انا هقول له الت بي وكل اختصار بيبدأ يجيبه لك الناحية دي. طيب يعني لو وقفت على اي ملف مثلا زي كده وقلت له الت بي، فيبدأ يجيب لي استعراض للشكل دوت، حتى لو الملف ده بي دي اف او بايثون او اي ملف تاني، او حتى بعض الملفات تقدر تعملها بريفيو من غير ما تفتحه، يبدأ ان هو يوريك الملف دوت ايه اللي موجود جواه بالشكل دوت. في برضو خاصية image resizer، بدل ما تفتح فوتوشوب وتعدل السايز في اي صورة، تقدر انت تختارها وتقول له غير لي المقاس بتاعها، خليها سمول او ميديم او لارج، او خليها مخصصة للفون، فبتوفر لك الوقت. في كيبورد مانجر زي ما انت شايف، بتزود بعض الامكانيات اللي ممكن تنزل في نسخة الويندوز بعد كده، بيدي برضو بعض الاعدادات للكيبورد، الماوس يوتيليتيز، في كذا حاجة في الماوس يوتيليتيز. في خاصية ظريفة، لو انت مش لاقي الماوس ومش عارف الماوس فين، ممكن تدوس كنترول مرتين بحيث يبدأ ينبهك لمكان الماوس. بالشكل دوت. فلو انت مش عارف مكان الماوس، يبدأ ان هو يجيبه لك، بس كنترول اللي هو الشمال مش اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة قوية اسمها مايكروسوفت بار تويز، دي أداة بتديك بعض الإمكانيات الإضافية، بتخليك تخصص الإعدادات بتاعت الجهاز بتاعك. الميزة إنها مجانية وإنها من مايكروسوفت، فمبسوط فيها، مفيهاش أي فيروسات إن شاء الله، مفيش أي مشاكل خالص. هنشوفها مع بعض دلوقتي، هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. بس فيها إمكانيات جميلة جدا، تقدر تعمل لها داونلود تظهر معاك بالشكل دوت، او ممكن تفتح المتجر هنا وتقول له حملها لي فهتتحمل معاك. طيب خلينا نبدا كده. في امكانيه اسمها اوريزون توب، دي عباره عن ايه؟ ان في شاشه معينه انت عايز طول الوقت هي التوب بتاعك. طيب ازاي تفعلها؟ كل اللي عليك ان انت هتدوس على علامه الستارت مع كنترول مع تي لاختصار توب، خلاص دي هتبقى هي الفعاله، هتاخد لون مختلف بحيث ان انت لو رحت على اي حاجة تانية دي برضو لا تفضل شغالة. تمام، يعني لو جيت دلوقتي بقى ودوست في اي مكان تاني هتلاقي دي برضو لسه شغالة. ممكن تكون مثلا عامل حسابات على الآلة الحاسبة ومش عايز الآلة الحاسبة تختفي، وحتى وانت شغال على الاكسل او شغال على اي برنامج تاني، فمجرد تقول له كنترول وستارت وتي هتفضل موجودة، مش هتختلف حتى لو انت دوست في اي مكان تاني بالشكل دوت. طيب حل ايه تاني؟ العكس بقى، نفس الزرار هتلاقيها اختفت. هو بقى بيديك شوية خصائص زي مثلا الكالر مود، ممكن تديله اي لون تاني، مثلا مش لازم اللون الاحمر، تديله اي لون تاني. الاوباستي، شفافية، ممكن تقول له كاستم كالر وتختار لون تاني. اوباستي تقدر تغير الشفافية، السيكنس قد ايه، راوند كورنر لو انت حابب، ممكن تقول لا انا مش عايز الاداة دي خالص. طيب عندنا برضو شوية امكانيات حلوة، عندنا مثلا color picker، انت عايز تعرف اللون ده ايه مثلا، فهتقول له علامة الشباك الويندوز مع shift مع c، كل ما بتتحرك هو بيبدأ يقول لك اللون ده ايه. طيب دوست هيبدأ بقى يجيب لك اللون بالدرجات بتاعته بال HEX مع ال RGB او ال HSL، اي واحد فيهم تقدر تقول له كوبي وتنسخه ويبقى معاك، تستخدم بقى في اي برنامج وتعرف اللون ده اسمه ايه وشكله ايه والرقم بتاعه ايه زي ما انت عايز. عندنا كروب اند لوك، اهوت هتدوس على علامة الويندوز مع كنترول مع شيفت تي، هتبدأ بقى ان انت مثلا تاخد جزء معين هو ده الكروب بتاعك. تمام، طيب